قرحة المعدة بتوجع قوي يا جماعة، مؤلمة بجد، مش بيعرف ألمها عامل ازاي غير اللي جربه، والأوحش من ألمها إن هو مش بيكون عارف يوصف للي حواليه هو بيتألم ازاي، لأن وجعها فعلا ما يتوصفش. الأوحش أكتر إن مريض قرحة المعدة غالبا بيكون عنده أعراض تانية كتير، بياخد لكل حاجة فيهم دواء، ومع الوقت ومع كل الأدوية دي حالته بتسوء أكتر، وغالبا ما بيحسش بأي تحسن ملحوظ، والوجع مستمر وتقريبا مش بيفرقه، فده بيبدأ يأثر على جودة حياته كلها، لأنه هو دايما متألم، فممكن دايما عصبي، مش مركز، مش مرتاح، مش عارف ياكل ولا يشرب بشكل طبيعي. مصاب قرحة المعدة مش شخص كئيب، مش نكدي، لأ هو شخص موجوع طول الوقت. أنا عارفة إن أنت ممكن تكون جربت كل حاجة، خدت مسكنات، أدوية حموضة، أدوية لالتهابات الأمعاء، ومفيش نتيجة تذكر. تعالوا نشوف دلوقتي هي قرحة المعدة دي بتحصل ليه، ونعالجها إزاي بطرق طبيعية. متنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، سبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناة فول بينج. هي ايه قرحة المعدة؟ لازم نحدد احنا بنتكلم عن ايه كده بشكل دقيق، نحط له تعريف عشان نقدر نتفق على الطريقة الصحيحة اللي هنتعامل بيها معاه. قرحة المعدة هي باختصار ثقب في جدار الامعاء. صورة اوضح بشكل تفصيلي اكتر، هي تضرر بيحصل في الغشاء المخاطي المبطن لجدار الامعاء في مكان معين، ده بيخلي جدار الامعاء نفسه مكشوف وبيتلامس مع حمض المعدة اللي هو تقريبا مادة كاوية بشكل مباشر وبدون حماية. ده بينتج عنه التهاب وألم شديد جدا في مكان القرحة. الالتهاب ده بمرور الوقت ممكن يتحول لجرح، ممكن كمان يبدأ يحصل فيه نزف. تخيلوا معايا كده جرح مفتوح معرض للتلامس مع مادة شديدة الحامضية طول الوقت، فالنتيجة الطبيعية هتكون هو الألم الرهيب اللي مصاب قرحة المعدة بيحس بيه. طب الناس اللي شك أو مش متأكدة، هو اللي عندي ده قرحة ولا مجرد التهاب لسه ما بقاش قرحة؟ ايه هي الاعراض المميزة للقرحة؟ طبعا الحموضة والانتفاخات والام البطن دي كلها اعراض مشتركة في معظم مشاكل الامعاء، لكن العرض اللي واضح جدا بيخلي الاصابة بالقرحة معروفة ومميزة من غير فحوصات ولا اشعة، ان الالم بيكون شديد جدا في الاوقات اللي معدتنا فيها فاضية، مثلا بين الوجبات او اول ما اصحى من النوم الصبح او في وقت متأخر بالليل، واول ما ناكل الالم ده يختفي او يقل جدا. طيب ليه ده بيحصل؟ لان انا لو بطني فاضية حمض المعدة بيتلامس مع القرحة مباشرة، لكن اول ما باكل خلاص الحمض ده بيختلط مع الاكل، فما بيكونش فيه ألم الحمض الملامس للجرح بشكل مباشر. فباختصار شديد لو عندك العرض ده فأكيد عندك قرحة معدة. ايه بقى هو اللي بيسبب قرحة المعدة، او بمعنى ادق يعني تضرر الغشاء المخاطي؟ السبب الاكثر شيوعا للقرح هو جرثومة المعدة اللعينة. ياما حالات لناس بكامل صحتهم في خلال سنة تحولوا لأشخاص بيشتكوا من مشاكل في كل جسمهم، كلها بدأت بس بجرثومة المعدة. 9 من كل 10 مننا تقريبا عندهم جرثومة المعدة، هي حاجة شائعة جدا، لكن مش دايما بتكون نشيطة وبتقدر تسبب الضرر ده. بس لو احنا عاداتنا الغذائية سيئة واحنا اديناها فرصة ان هي تبقى قوية ومسيطرة تبقى صعبة جدا. فلو عندك قرح فانت بنسبة 95% هيكون عندك جرثومة المعدة، ولو عندك واخدت المضاد الحيوي بتاع جرثومة المعدة وفاكر ان انت كده عالجتها وخفيت، فللأسف احب افاجئك مفاجأة وحشة واقولك ان المضاد الحيوي مش بيعالج جرثومة المعدة وبترجع تاني بعد فترة. كل التفاصيل دي موجودة في حلقة علاج جرثومة المعدة بدون ادوية، ممكن ترجعوا لها. السبب التاني هو الافراط في استهلاك المسكنات ومضادات الالتهاب الغير استرويدية، ده تاني سبب بيسبب قرح المعدة. الناس اللي مع الصداع ما عندهاش يوم مرحميني، ناولني يا ابني شريط البروفين بسرعة، او كمان الناس اللي عندها مشاكل يعني مزمنة ومتعودة تاخد مسكنات باستمرار. السبب الثالث هو العادات الغذائية الغلط، من اول فنجان القهوة والسيجار على الريق. في ناس كتير اول ما تصحى من النوم على طول كده بحركة لا ارادية يدعو الكومودينو، يسحب علبة السجاير، يولع اول سيجارة وبعدين سيجارة تانية مع فنجان القهوة، صباح الخير يا قرحة. تدخين والافراط عامة في استهلاك الكافيين من اهم الاسباب في الإصابة بقرح الأمعاء. مش بس كده، كمان الجانك فود، الوجبات السريعة، الأكل المصنع، المقليات، إن احنا ناكل سكر كتير، كل الحاجات دي بتدمر الغشاء المخاطي بتاعنا، لأن هي بتدمر المجتمع البكتيري أو الميكروبيوم. طبعا المشروبات الكحولية أبسط حاجة بتعملها إن هي بتعمل قرح. السبب الرابع حساسية الطعام. في ناس بيكون عندها حساسية من أنواع معينة من الأكل، بمعنى إن أنا بعد ما باكل الأكلة الفلانية بحس بعدها إن أنا مش كويسة، عندي انتفاخات، جيلي مثلا امساك او اسهال متكرر مرتبط بنوع معين من الاكل، عدم راحة، سوء هضم، كل ده معناه ان الاكل ده مش مناسب ليا، ودي حاجة شائعة جدا مع الجلوتين، اللاكتوز والبقوليات.
احنا بنكونش عارفين ان احنا عندنا حساسية من النوم، لان احنا بناخدهم طول الوقت طول عمرنا، عمرنا ما جربنا نظام اكل يكون خالي من الجلوتين مثلا او خالي من اللاكتوز، عمرنا مثلا ما جربنا نبطل البقوليات، فما بنربطش استهلاك الاكل اللي احنا عندنا منه حساسيه معظم الوقت. ده بيسبب التهابات ممكن على المدى الطويل تؤدي القرح. السبب الخامس ده مش سبب شائع قوي بس انا بقيت بشوفه كتير مؤخرا، الناس اللي جربت كل حاجه، بس جربت الطرق الطبيعيه، العلاج الكيميائي، غيرت الدايت بتاعها، عملت كل حاجه ممكنه ومفيش تحسن، شوية نحس ان الاعراض هديت شوية وبعدين ترجع تاني قوية جدا من غير مقدمات وبدون سبب واضح. في الحالات دي ممكن نشك ان في اصابة باحد امراض الامعاء الالتهابية زي مثلا القولون التقرحي او سيلياك او كرونز. الحالة دي بيكون لازم نعمل الفحوصات اللازمة علشان نتأكد لو في اصابة، بنبتدي نتعامل معاها بقى على ان هي في الحالة دي حالة مناعة ذاتية نتج عنها اعراض في الجهاز الهضمي، فبيبقى لازم نتعامل مع المناعة الاول، وبيكون ليها نظام مختلف شوية عن لو بنتعامل مع قرحة معدة لأي سبب من اللي احنا قلناهم قبل كده. الفترة الجاية هنبتدي نتكلم كتير عن أمراض الأمعاء الالتهابية، يعني إن شاء الله الحلقات هتبقى موجودة المهتم يتابعها. دي أهم أسباب قرح المعدة. طيب تعالوا بقى نشوف إيه أكتر حاجات غلط بشوف ناس كتير بتعملها في التعامل مع قرحة المعدة، علشان لو بتعمل حاجة منهم توقفها فورا وبعد كده نتكلم في العلاج. أول حاجة غلط بنعملها، حاجة غلط جدا، إحنا بناخد أدوية مضادة للحموضة. في نسبة كبيرة جدا من الناس اللي عندها قرح بيكون عندهم حموضة، طبعا ده بيحصل بسبب الإصابة بجرثومة المعدة. الحموضة في الحالة دي بتحصل بسبب نقص أحماض المعدة مش زيادتها، لأن الوسط القلوي هو وسط مناسب أكتر لجرثومة المعدة، فهي بتبدأ تقلل درجة حماضية المعدة عن طريق إطلاق أنواع معينة من الغازات. فأنا لما باخد مضاد حموضة كأني بالظبط بنفخ في النار، انا بهيئ ليها كده الجو اكتر، وفي نفس الوقت مضادات الحموضه عمرها ما هتساعدني. تاني حاجه معظم الناس اللي عندها قرح بتعملها المسكنات. طبعا مفهوم ان الم القرح صعب جدا وبنحس ان احنا محتاجين ناخد اي مسكن او بين كيلر عشان نحس ان احنا قادرين نتعايش معاه. المشكله ان المسكنات ممكن يبقى ليها تاثير مسكن لحظي، لكن هي في الحقيقه بتزود القرح جدا، فبعد انتهاء المفعول الالم بيرجع اكبر لان المشكله بتزيد. فمن فضلكم المسكنات هي مش حل خالص. تالت حاجه بقى عكس الناس الاولانيين، الناس اللي بتعمل العكس، اللي بتاخد خل تفاح علشان تحارب جرثومه المعده فعايزه تزود الاحماض. طول ما انا عندي قرحه يبقى دي مش المرحله المناسبه اللي انا ينفع اخد فيها احماض، لان مش هينفع يبقى عندي جرح مفتوح احط عليه خل، طب ما هو كده هيلتهب اكتر. لازم في الاول اعالج الجرح ده واقفله صح، وبعد كده اتجه بقى للاحماض وابدا ازود حموضيه المعده ونحارب جرثومه المعده وكل الكلام ده. تعالوا بقى نشوف نقفل الجرح ونعالج القرحه ازاي. اولا لازم ننسى الحاجات اللي بتسبب القرحه اصلا، لازم ابتدي الاحظ نفسي، واي اكل عندي منه حساسيه او بحس معاه بعدم راحه لازم اوقفه. كل الجانك فود، الكافيين خاصة على الريق، التدخين على الريق، المشروبات الكحولية طبعا ممنوعة. ثانيا هنركز على الحاجات اللي بتدعم وتصلح الغشاء المخاطي وبتحسن حموضية المعدة وتعيد التوازن البكتيري. زي ايه؟ خضروات الصليبية زي الكرنب، البروكلي، الكيل، الجرجير، خاصة الكرنب، ناخده ني او عصير او مخمر اللي هو مخمر الملفوف الساور كراوت. الكرنب مفيد في كل حالاته، كمان براعم البروكلي مفيده جدا. الحاجات دي كلها محتاجين نركز عليها، بس اكتر حاجه فيهم عايزين نركز عليها قوي هي عصير الكرنب. ليه بالتحديد عصير الكرنب؟ هسيب لكم لينك لدراسه موجود في صندوق الوصف بتقول انه عصير الكرنب بيحتوي على تركيزات عاليه جدا من فيتامين يو. فيتامين يو ده بيسرع التئام القرح بصوره تقريبا اعجازيه. في مجموعه من المصابين بقرح المعده اتعمل عليهم دراسه، في جزء منهم اخذ العلاج التقليدي وجزء اخذ عصير كرنب كل يوم. المجموعه بتاعت عصير الكرنب حصل عندهم التئام لقرح المعده في 7 ايام مقارنه ب 42 يوم مع العلاج التقليدي. طيب ايه تاني ممكن نركز عليه؟ شاي الكامبوتشا، ده نوع من الشاي المخمر، اتكلمت عنه في حلقه كامله موجوده على القناه. الشاي ده مفيد جدا لحموضيه المعده من غير ما يسبب مشاكل للقرح، مفيد لبكتيريا الامعاء، بيقدر يحارب جرثومة المعدة اللي هي أساسا سببت القرح، فأنصح بيه جدا. عندنا كمان عسل المانجا، مفيد جدا لعلاج القرحة، الأبحاث بتقول إن هو مفيد جدا لدعم الغشاء المخاطي، اللي قلنا إن هو التضرر اللي بيحصل فيه هو أساسا اللي بيسبب القرح، وكمان بيحمي الغشاء المخاطي، ونتيجة ده كله إن هو بيقدر يقلل حجم القرحة بشكل ملحوظ. كمان هو يعتبر مضاد حيوي يعني طبيعي قوي جدا، فبيقدر يحارب جرثومة المعدة. بس انتبهوا وانتوا بتشتروا عسل المانوكا يا جماعه، ارتفاع سعره مش دليل خالص على ان هو اصلي او ان هو اوريجينال او ان هو جودته كويسه. 80% من عسل المانوكا اللي بيتباع في العالم تقريبا مغشوش.
هنعمل حلقة مفصلة إن شاء الله قريب هنتكلم فيها عن عسل المانوكا وإزاي نختاره، بس لحد ما تبقى الحلقة موجودة هسيب لكم أفضل نوع من عسل المانوكا في صندوق الوصف، علشان حرام جدا يعني إحنا نشتري نتغش فيه لأن هو أصلا غالي ومكلف، فهسيب لكم أفضل نوع في صندوق الوصف عشان محدش يقع في الخدعة دي. أفضل طريقة ناخد بيها عسل المانوكا هي إنه إحنا ناخد منه معلقة على كوباية مية فاترة على الريق الصبح. إيه تاني؟ الزنك وفيتامين سي. اي حد عنده نقص في الزنك وفيتامين سي عمره ما يخف من القرحه. فيتامين سي دايما في علاقه عكسيه مع جرثومه المعده والقرحه، في جرثومه معده يبقى على طول فيتامين سي عندي قليل، عندي نقص في فيتامين سي، ولو فيتامين سي عندي ناقص يبقى حاله القرح هتسوء. ليه؟ لان فيتامين سي حاجه اساسيه لانتاج الجسم للكولاجين اللي هو اساسي لبناء وترميم جدار الامعاء. فباختصار يعني لو انا عندي قرحه هحتاج على الاقل 2 جرام من فيتامين سي كومبلكس يوميا. الزنك كمان، نقص الزنك، نقص الزنك بيأثر على صحة الغشاء المخاطي، بيأثر كمان على إفراز أحماض المعدة والإنزيمات الهاضمة، ودي حاجة بتسمح لجرثومة المعدة إن هي تكون أقوى وتبقى مسيطرة أكتر فبتزود القرح. عارفين بقى نتيجة ده كله إيه؟ المزيد من نقص الزنك، لأن لو مفيش إنزيمات هضمة ولا أحماض معدة جسمي مش هيقدر يمتص الزنك فيزيد انهيار جدار الأمعاء. هي لوب، حلقة مفرغة كده، لازم يعني نعرف الكلو الأولاني بتاعها إيه. لو أنا عندي قرحة هحتاج من 100 لحد 200 ميلي جرام من الزنك يوميا، معاهم من 10 ل 20 ميلي جرام من النحاس، تعتبر جرعة كبيرة شوية بس هي ضرورية. اي نوع من الزنك افضل نوع لعلاج القرح هو الزنك الكارنوزين. انا هسيب لكم كل السبلمنتس اللي انا اتكلمت عنها في صندوق الوصف او في اول كومنت تحت الفيديو عشان مش عارف فين صندوق الوصف. الجلوتامين، الجلوتامين كمان حمض اساسي لبناء وترميم جدار الامعاء، لكن الجلوتامين لازم ناخده بجرعات كبيره لمده قصيره، يعني من 5 ل 10 جرام يوميا لمده لا تتجاوز الثلاث شهور. عندنا كمان العرقسوس، ده واحد من افضل النباتات الطبيه لعلاج القرح. ممكن نشتري العرقسوس من عند العطار ونشربه، مشروب شعبي كل الناس عارفاه. ممكن كمان ناخد مستخلصات العرقسوس من المكملات الغذائيه لنتائج اسرع وافضل. عندنا كمان الماستك جام او لبان المستكه، مفيد جدا جدا سواء كان من المكملات او لو هنشتريه من العطار. المهم ان احنا لو هنشتريه من العطار لازم نكون متاكدين من جودته، علشان هو احيانا بيبيعوا حاجات ليها نفس الشكل بتاع الماستك جام بس هي حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالماستك جام، لان الحاجات دي بيبقى سعرها ارخص فممكن نتعرض لعمليه الغش دي. طبعا المستخلصات افضل، التركيزات فيها اعلى، التركيزات فيها محسوبه. انا فاهمه ان مش كل الناس تقدر تشتريها علشان كده لازم نخلي بالنا، بس لو هنجيبها من العطار لازم نتاكد من جودتها علشان ما نبقاش في الاخر بنملي فلوس على الارض. الحاجات دي لو عملناها واستمرينا عليها لمده لا تقل عن 3 شهور هنبني جدار امعاء من حديد. بس اكتر حاجه غلط ممكن نعملها في الموضوع ده بالتحديد يعني ان احنا نستعجل، يعدي شهر نبدا نقول ايه ده احنا لسه مخفيناش ليه. لا، هو طبيعي ان مشكله القرح بتتحل بشكل تدريجي وبتاخد وقت شويه، بس لو اتبعنا النظام ده ان شاء الله النتائج مضمونه. خلوا بالكم من اخطر مضاعفات الاصابه بجرثومه المعده والالتهابات والقرح هي مشكله ارتشاح الامعاء. ممكن نتعرف عليها اكتر وعلى طريقه علاجها وكل التفاصيل عنها في الحلقه اللي هتظهر دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه، سبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس، اما الاستشارات في اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.